انا كان عندي خلاص مع بشكتاش بينتهي في 2006، وكنت في الوقت اللي انا اقدر امضي فيه، لاني كنت وقتها خلاص انا يحق لي ان انا اوقع في الوقت ده. وكان في جلاسكو انجاز، كان في فولهام، كان في عده انديه، ولكن انا مشكلتنا كلها في التوقيت ده احنا كلاعيبه مصريين ما عندناش الوكلاء اللي يعرف يسوقك بشكل كويس. وحصل زي مفاوضات ان انا اجدد وكده، ولكن كنت بقالي 8 سنين في تركيا وعايز اشتغل على مدرسه جديده، عايز حاجه مختلفه، عايز حاجه جديده. وكان جلاسكو واندرلخت الاثنين دول هم كانوا اقوى اثنين كانوا موجودين. انا لما رحت اندرلخت ما رحتش اندرلخت عشان الناس كانوا متابعيني وشايفيني ومحددين، لا، اندرلخت لما جم تفاوضوا معايا هم كانوا جايين يشوفوا لعيب تاني خالص، كان لعيب اسمه ماتين. وبعد المباراه بيتواصل بيا احد الوكلاء قال لي ان في حد عايز يتواصل معاك، النادي اندرلخت عايزين يتفاوضوا معاك ويتعاقدوا معاك وكده. كان اندرلخت وقتها كان عنده مشاكل كتير مع اللعيبه العرب. طارق السعيد ما نجحش في اندرلخت لما راح، احمد حسام ميدو كان تم التفاوض معاه وبعد كده راح اياكس، فبدا يحصل المفاوضات وكده. واندرلخت وقتها كان بيلعب في تشامبيونز ليج، فقلت فرصه كويسه، ولكن واجهت صعوبه كبيره جدا جدا ان 90% من الاعلام مش متقبلك، لاعب عربي ولاعب كبير في السن. انا وقتها كان سني 30 سنه او حاجه و30 سنه، وقتها بيتحس ان انا غير مرغوب فيا. طبعا اللغه صعبه جدا بالنسبه لي، وحاجه مهمه ان انا لما جيت اطلب الرقم بتاعي كنت عايز رقم 17، ده رقم المفضل يعني، قالوا لا احنا عايزينك تلبس رقم 10، وانا دايما ما بحبش رقم 10، انا عايز 17، فقالوا لي لا انت بالنسبه لنا رقم 10. بدات ان انا اتاقلم. لو نفتكر في بدايه الحلقه ان انا قلت دايما عندي توفيق في البدايات، اول لقاء ليا كان لقاء السوبر، لبست رقم 10، عملت مباراه كبيره جدا، وكنت انا سبب في الفوز في ضربه الجزاء احرزتها. ومن بعدها بدا يحصل نوع من انواع جمهور، كله اللي كان بقى متخوف وكده لا يعني بقى كله معايا. حتى افتكر دايما هيمني اللي هو المدير النادي ده، هو كان متبنيني، ان حصل مشاكل كتير ما بيني وما بين المدير الفني وقتها فان كوتر وكده، ان حصل مشكله بسبب صلاه الجمعه، حصل مشكله بسبب صيام رمضان، وكان دايما هو يتدخل مع المدير الفني ويحل الازمات دي كلها. وحصل بقى ان انا مشيت مع اندرلخت بشكل كويس، وبقيت احد اهم اللعيبه في تاريخ اندرلخت من العد موسمين فقط لغير، يعني لدرجه ان انا بعد الموسم الاول كتبوا لي يفطر العربي في المدرجات لا طرحه، لان انا بعد الموسم الاول كنت حسيت ان انا عايز امشي، وكان عندي وقتها عروض من السد القطري ومن اتحاد جده السعودي وارقام فلكيه. وقتها خدت قرار مع النادي والناس قعدوا معايا قالوا لي احنا هنعمل لك اللي يريحك. فلعبت المباراه اللي هي كانت مباراه الحسم للدوري، كسبنا المباراه دي ويمكن حصلت اول هدف. ولما جيت خرجت في نهايه المباراه فبدات الاقي الجمهور بقى بيكتب لي باللغه العربيه يعني ما تمشيش وتسيبنا والفرعون المصري وكده، فالعاطفه بتاعتنا كمصريين يعني. رحت نزلت الملعب فبدات الفرقه قلت لهم خلاص انا مكمل معاكم.